يوم بعد يوم الحقيقة العالم بيواجه ظواهر غريبة بسبب التغيرات المناخية، وأصبحت خلاص قضية مطروحة على يعني في كل العالم، قضية فعلا بقت هامة جدا. بعض التغيرات المناخية دلوقتي بقينا بنشهد ظواهرها زي مثلا الفيضانات اللي في البرازيل، معدلات الأمطار اللي ما حصلتش من 32 سنة وللأسف راح بسبب عدد كبير من الضحايا. دخلت البرازيل في حالة طوارئ بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. وشهدت ولاية باهيا شمال شرق البرازيل أضراراً هائلة، فيما يحاول سكانها إنقاذ ما في وسعهم من منازلهم المتواضعة المغطاة بالطين تحت تهديد فيضانات جديدة. ووفق السلطات المحلية يعد هذا أعلى معدل هطول أمطار منذ 32 عاماً في باهيا، وأثر على ما يقرب من نصف مليون شخص وشرد أكثر من 77 ألفاً. ويخشى خبراء الأرصاد الجوية أن تصل العواصف الرعدية العنيفة المحملة بالأمطار إلى الولايات المكتظة بالسكان في جنوب شرق البرازيل في الأيام المقبلة، لا سيما ولايات ميناس جرايس وريو دي جانيرو وساو باولو. ويراقب رجال الإطفاء في باهيا عشرات السدود التي تشرف على الانهيار والأنهار المهددة بالفيضان، وقد تضرر في الإجمال أكثر من 40 طريقاً. وعلى مدار الشهرين الماضيين قتل العشرات ونزح عشرات الآلاف من قراهم بسبب الفيضانات، خاصة في شمال شرق البلاد. وقامت السلطات البرازيلية بإجلاء المواطنين المنكوبين من خلال عمليات مشتركة باستخدام الطائرات والمعدات الضخمة لإغاثة السكان المحاصرين في المناطق التي غمرتها الفيضانات.